جزاكم الله خيرا. هل يجوز لبس الكم القصير عند الأخ أو الأب حيث أن الكم لا يصل إلى المنفذ؟ لا ينبغي هذا لما فيه من الفتنة، ولا تبدي عند أبيها أو عند محارمها من الرجال إلا ما جرت العادة بكشفه من أجل الحاجة، مثل الكفين والرأس والوجه والقدمين، هذه أمور جرت العادة بكشفها عند الرجال المحارم من أجل الحاجة. أما كشف الذراع أو كشف الساق أو الصدر فهذا لا يجوز، أو يكون ممنوعا لما فيه من الفتنة ولعدم الحاجة إلى كشفه. نعم.